أنا محمد، أنا محب للتاريخ والتصوير والسفر، لذلك أحب أنشر رحلاتي من خلال قناتي هذه. هذا أحد الحمامات العربية القليلة الموجودة من حقبة مملكة الأندلس. واليوم وصلت تقريبا إلى نهاية رحلتي الأندلسية، تحديدا الجزء 13 من هذه الرحلة الأندلسية. طلعنا من الكابيلا وكان ضريح للملكة إيزابيل وفردناند، واليوم بزور مدينة جميلة كانت آخر معاقل للمسلمين بالأندلس. للأسف أغلب المعالم الإسلامية في غرناطة مسحت بسبب الملكة إيزابيل، الملكة الكاثوليكية المتشددة، كانت يعني تمسح أي أثر إسلامي في غرناطة أو أي مدينة ثانية. كانت اليوم بزور غرناطة، أجمل مدن الأندلس بدون منازع. إذا أعجبك الفيديو أو محتوياتي السابقة لا تنسى تسوي لايك وشير وسبسكرايب. عبد الله، you like it؟ بوينس دياس يا أحباب، من مدينة إسبانية جديدة. ورحلتي هذه في إسبانيا حاولت أن أزور أجمل المدن الإسبانية، واليوم الأمانة واحدة من أجمل مدن إسبانيا على الأقل بالنسبة لي أنا. هذه المدينة هي غرناطة، واللي بخلفي هذا هي كدرائية غرناطة، بنوها الأسبان يوم احتلوا المدينة وقرروا يبنون هذه الكاتدرائية على أنقاض المسجد القديم. وملكة إيزابيلا يوم دخلت المدينة حبتها، فقررت تبني هذه الكاتدرائية ويكون بنفس الوقت ضريح لها. شلون كاتدرائية ضخمة، لكن فهذا اللي بخلفي كان المفروض أنها تكون أكبر كاتدرائية في إسبانيا كلها. هذه أوامر الملكة إيزابيلا، لكن شاءت الظروف أنها تموت قبل لا تحقق أمانيها. يعني ماتت 1504 والكنيسة انتهت بعدها بعشرين سنة، لكن 1504 بنوها في الرويال تشابل، مكان قريب من هنا. هذه كاتدرائية غرناطة، يعني بنت على أو بنت مكان المسجد الكبير في غرناطة. أول ما احتلوا المدينة القشتاليين قرروا أن يبنون هذه المدينة في أفضل مكان. طبعا أفضل مكان هو المسجد، ويستخدمون نفس المواد اللي هم الحجر والرخام والأعمدة، لأن صعب أي أحد ينقل المواد من مكان بعيد إلى هنا. فأحسن طريقة أن يهدمون المبنى الحالي ويستخدمون مواده. تبدأ طبعاً بناء الكنيسة في القرن 15، نهاية القرن 1492، لكن انتهى منه 1523. بناء وايد ضخم، وتشوفون يعني طريقة بنيانه الباروك مو الجوثيك. الجوثيك داخل يصير يعني مظلم من داخل هني، يعني نوعاً ما نور. ضاء جميل هني. تذكرة الدخول 5 يورو، طبعا غير شامل الأطفال، أطفال بلاش. وبنفس المكان في متحف وفي ضريح الملكة إيزابيل والملك فردناند، هذول الملوك اللي قرروا ينهون مملكة غرناطة. يعني في عهدهم صارت إسبانيا أقوى إمبراطورية بالعالم، لأن اكتشفوا العالم الجديد. هم اللي أمروا يسمون كريستوفر كولومبوس أنه يروح يستكشف قارة أمريكا الجنوبية. كان يعتقد أن هذه يعني الهند، ولكن ما كان يدري أن هذه قارة جديدة. شلون كان ضخم. بنيت هذه الكاتدرائية الكاثوليكية على أنقاض مسجد غرناطة الشهير اللي بنوه بني الأحمر. كان المسلمين يصلون فيه قرابة 3 قرون. وعند احتلال الملوك الكاثوليك مدينة غرناطة، قرروا يبنون فيه واحد من أضخم الكاتدرائيات في إسبانيا ويكون ضريح لهم. هؤلاء الملوك
الكاثوليك فرديناند أوزابيلا اللي استطاعوا طرد المسلمين من شبه الجزيرة الإيبيرية بعد جهود 8 قرون من الحروب والاستنزاف، وكقيمة رمزية بأنه هذه الكاتدرائية بنظام البناء القوطي اللي انتهت بعد 20 عام. لكن الملك فيليب حفيد الملوك الكاثوليك قرر بناء كنيسة كاثوليكية ضخمة مكان الكنيسة القديمة، لكن البناء استغرق 181 عام، لذلك قرر دفن والده كارلس العظيم في مدافن الإسكريال. خلصنا من كاتدرائية غرينادا، المكان اللي بنوه على أنقاض مسجد قرناطة الكبير، وهذا اللي بخلفي كابيلا ريال دي غرينادا. هذا المكان اللي بنوه وقت وفاة الملكة إيزابيل عشان يضم ضريحهم إلى أن تنتهي الكاتدرائية الكبيرة اللي بخلفي. حينها دخلتها بروحها، توقعت أنه مع بعض. هذه كلها الأحياء القديمة لغرناطة، المكان اللي كانوا ساكنين فيه المسلمين. هذا غير عن البيازين اللي هي المكان اللي عاشوا فيه المسلمين بعد سقوط غرناطة. هذا المكان اللي كانوا عايشين فيه المسلمين قبل سقوط غرناطة. غرناطة كانت كبيرة، تضم تقريبا يعني فوق 60,000 نسمة، لكن مع دخول الجيش القشتالي معظمهم خرج. مون خندش الموقع الثاني. طلعت من الكابيلا دي ريال، أول ما دخلت كان يقولي ممنوع التصوير، بليز يعني أقول له خلاص ما راح أصور، لكن الأمانة مكان جميل. يعني شون دافنين ملوكهم من قبل 500 سنة، يعني مكان صج ضخم ودافنينهم بالأسفل. إذا في صور بحطها بالفيديو، فيعني صج مكان يستحق زيارة. شوفني شلون كل الأماكن هني، يعني تصاميم مغربية. شلون هذا الحي اللي كانوا ساكنين فيه المسلمين سابقا غير البيازين. زين، وصلنا حق واحد من أهم المعالم في غرناطة، سوق القيصرية. هذا موجود من أيام إمارة غرناطة، قديم جدا لكن مسكر الحين، يبطل الساعة 5. شوف تصميمه كأنه تصميم السلام عليكم. سلام الله، كان تصميم يعني مغربي أو شمال أفريقي كذي، يعني جميل. هذا سوق القيصرية. هذا يعني الأول دايز مول، يعني كأنه مجمع قديم. شوفوا شلون سوق كله علي خله. هذا هو سوق القيصرية، يعني واحدة من المعالم الجميلة في غرناطة، وجماله انه وايد قديم، نفس تصاميم القديمة. ما يشان الملوك الكاثوليك خلوه، لكن تشوفون الأقواس الأندلسية في الأعلى. فيرجع تأسيس هذا السوق يعني من أيام مملكة غرناطة، يعني في القرن 13-14-15، في هذه الأوقات، يعني رينج كبير قريب 40 سنة. أنا ما أدري بالضبط أي فترة بنى، لكن واحدة من أهم المعالم إمارة غرناطة. شوفوا شلون تفاصيل نفسها، لكن المحلات مسكرة، تبطل الساعة 5 بعد ساعة ساعتين. هذا دواعيس غرناطة، شلون السوق امتد للأمام تقريبا 200 متر، وهني هذا المدخل بجانب الكاتدرائية القديمة. وصلت إلى واحد من أجمل المعالم الباقية من أيام غرناطة، مجمع أسواق القيصرية أو سوق القيصرية. هذا السوق الجميل المبني من أيام غرناطة، أو تحديدا القرن 14. واليوم عند الدخول إلى هذا المجمع راح تحس كأنك قاعد في أحد دول المغرب العربي، وكان جميل وفي ريحة من غرناطة الجميلة. هذه الأحياء القديمة لغرناطة كلها تحولت إلى مباني يعني بطراز إسباني. دائما الإسبان يهتمون في البلكونات، لكن يعني السل جميل.
الحال. غرناطة وهو اسم لاتيني وتعني الرمانة، سميت بهذا الاسم لجمالها وكثرة حدائق الرمان التي تحيط بها. كانت مدينة غرناطة مدينة ثانوية أيام إمارة قرطبة اللي استخدموها كحصن لمواجهة تمرد ابن حفصون، لكنها اكتسبت أهمية أيام ملوك الطوائف خصوصا طائفة الزيريون اللي اهتموا بها وانشأوا أول حصن أو قصبة اللي تعتبر النواة الأساسية للقصر الحمراء. ولاحقا أيام الموحدين تم توسيع سور هذه المدينة وإنشاء بوابات مثل بوابة الموازين أو بوابة زيادة، وقصور أهمها قصر شنيل. الحين نتجه إلى آخر المواقع الأثرية بالمدينة القديمة قبل أن نتجه إلى حي البيازين. هذا المكان الجميل، شوف شلون النقوش هي موجودة على حطتها، هاي يسمونها كورال ديال كاربون. كان أثري قديم من أيام مملكة قرناطة، فهذا من المواقع القليلة اللي يعني بقت من أيام مملكة قرناطة. شلون هذا كان يستخدم للتخزين، شو شلون ثلاث أدوار، حين يقولون أنه عادوا استخدامه، بس هذا الأعمدة الأصلية. للأسف أغلب المعالم الإسلامية في غرناطة مسحت بسبب الملكة إيزابيل، الملكة الكاثوليكية المتشددة، كانت يعني تمسح أي أثر إسلامي في غرناطة أو أي مدينة ثانية، كانت يعني عدوة شرسة للإسلام إنها محافظة كاثوليكية. كان عدوها اللدود ملك محمد الفاتح اللي كانت تخشى منه، تعتقد أنه يوم من الأيام كان راح يغزي الأندلس. كان هو مخرع كل أوروبا، مو بس فقط إيزابيل، لأنه كان يعني عنده أقوى قوة في العالم في ذاك الوقت. لكن ملكة إيزابيل فرديناند يعني يوم انتهوا وغزوا غرناطة وجهوا كل الريسورسز والموارد اللي عندهم في اكتشافات البحرية، ومن اكتشافات البحرية طبعا اكتشفوا أمريكا وباقي العالم الجديد، وصارت يومها إسبانيا المملكة الأقوى بالعالم بسبب هذه الملكة وطموحها. شوف شلون هذا المبنى الجميل، يعني ما حد يعرف ان هذا من ايام دولة غرناطة الا من الزخارف الاسلامية بالخارج. شوفوا هني مثلا هذه الخشبة فوق العمود تعمل يعني نفس مصدات ضد الزلازل الهزات الارضية. هذا الحجر الاصلي من ايام غرناطة، لكن طبعا المبنى مجدد، ما كان كذي أيامها. هذا الحين يقولون أن أيام قبل كان مخزن، لكن اليوم صار فيه مكاتب بالأعلى. عموماً الحين لازم نروح إلى حي البيازين، الحي الإسلامي اللي بقوا فيه المسلمين بعد سقوط غرناطة. الملكة أو لاريوس كريستيانوس أو ملوك الكاثوليك اللي حكموا سمحوا المسلمين في مكوث في هذا الحي بشرط أنهم ما يثورون، لكن المسلمين ثاروا عدة مرات مما أدى إلى طردهم من الأندلس. وآخر ملك يعني طردهم نهائيا كان الملك فيليب الثاني بعد 200 سنة من سقوط الأندلس. يلا الحين نروح. كاسا دي الكاربول، هذا المعلم الجميل من أيام دولة غرناطة. لا أحد يعلم سبب وجود هذا المبنى، لكن من المرجح أنه كان أحد المواقع المستخدمة لتخزين القمح والغذاء. واليوم هذا المبنى أحد الشواهد القليلة على إبداع العمارة الإسلامية في غرناطة. وصلت الأحياء الجديدة، وهذا أهم شارع في غرناطة اسمه لا كاتوليكو ريس أو الملوك الكاثوليك. هذا الشارع في هذا المعلم الجميل الكارال دي الكاربوس، وهني أغلب المحلات، وشمالا بهذا الاتجاه يودي إلى حي البيازين الجميل. هذه بلازا دي سانتا أنا، هذه يعني الساحة اللي ممكن منها نطلع إلى حي البيازين. لكن قبل لا نروح حي البيازين
في حمام عربي قديم من أيام مملكة قرناطة، ودي أزوره بعدين أروح إلى مقصدي حي البيازين الجميل. وهذا أجمل ممشى في قرناطة، ممشى نهر الدورة. هذا نهر الدورة، طبعا قرناطة فيها تجمع أربع أنهار. هذا هني كدرائيها شكلها جميل. هذا هني النهر، طبعا دوره نهر صغير. هذا هني إذا واحد يروح البيازين من هذا الاتجاه، لكن أنا بروح إلى الحمامات القديمة. في حمام قديم يعني صار له تقريبا من 500 سنة موجود، حمامات قليلة الموجود في هذه المنطقة. كان هذا ممشى ينصحون فيه الكل، يقول هذا يعني من أجمل الأماكن اللي يزورونها في غرناطة. الممشى هذا يودي إلى الأعلى. هذا اللي ورايهم ممشى نهر الدورو، أحد أهم الأماكن اللي يزورونها في غرناطة. طبعاً هنا ممكن صعود إلى الأعلى إلى حي البيازين من هذا الشارع. هذا المكان ممكن نصعد منه الى القصبه والى يعني الحمره. شوفوا الحمره ممكن يبين من وراء على فوق، هذا احد ابراج الحمره، هذا احد الجسور القديمه. دخلنا احد الحمامات القديمه البانيوز. هذا احد الحمامات اللي يعني موجوده من القرن ال14 او ال15. يمكن ما اقدر اصوره داخل لان ظلمه. هذا أحد الحمامات العربية القليلة الموجودة من حقبة مملكة الأندلس أو الحقبة الناصرية. فتشوفون حمام جدا جميل، ما في شرح مفصل عن المكان، لكن يعني هذه أشعة الشمس تدش من فوق، وهني حمام كان جميل. أحب الأقواس الأندلسية، يعني جمالها من قدمها. طبعا ممر ممنوع دخول. تذكرة سعرها 5 يورو وشاملة 5 أماكن، منها هذا المكان وفي قصر عائشة أم السلطان وزوجة السلطان السابق، أم السلطان أبو عبد الله الصغير وزوجة مولاي حسين. للأسف أغلب المعالم يعني تدمرت، ما قصرت الملكة إيزابيل. هذا كله يعني كانت أنقاض يعني سابقة لدخول القرناطة. يعني هذا الحمام قديم جدا، بحيث أنها هي ما اكتشفته، لو جنودها اكتشفوا هذا المكان كان يعني دمروه على الآخر. طبعا بعد ما فقدت قرناطة الأمل بالنجاة، ضاقت السبل في أبو عبد الله الصغير وقرر يسلم قرناطة تسليم اليد لفردناند وإيزابيل، لكن بمعاهدة يعني يضمن فيها حرية العبادة، حرية امتلاك الممتلكات، وكذلك ممارسة طقوس يومية كالسباحة وممارستها. يعني عاداتهم العرب كانوا يعني يسبحون بشكل دوري بعكس القشتاليين، يعني سباحة شيء جديد عليهم، لذلك حقهم في اغتسال والسباحة يعني كان مضمون، إلى أن خرقت إيزابيل المعاهدة وضيقت على المسلمين حياتهم هني، لأنه منتصرة خلاص مسكت كل شبه الجزيرة الإيبيرية. فبعدها المسلمين على عهد فيليب الثاني طردوا من الأندلس، وهذا أماكن كلها تسكرت، صار ما في ولا مسلم في الأندلس. شوف المكان، ما توقعت أشوف هذا المكان هني لأنه غير مذكور في الكتب السياحية. شلون هذا دخل النور جميل، تخيلوا أنه كان في ماي حار تحت. كانوا يعني المسلمين مهرة في البناء، فخصوصا أهل الأندلس
شوفوا يعني الأقواس الأندلسية موجودة من 8 قرون، يعني من دخول الأندلس من المسجد الكبير وهم يبنون بهذا الشكل، فهذا يعني علامة مميزة للأندلس. بسبب تهافت سياح الأجانب على قرناطة أصبحت البيوت العربية والمعالم الأندلسية مناجم ذهب تدر أرباح كثيرة على المدينة. ومؤخرا تم تحويل العديد من البيوت العربية القديمة والقصور الإسلامية وإعادة ترميم الحمامات العربية إلى حالتها الأصلية، أهم عوامل جذب السياحي لمدينة قرناطة. للأسف خلال عملية احتلال قرناطة وطرد المسلمين من الأندلس تم تدمير أغلب الآثار الإسلامية، واليوم هناك عمل دؤوب لاسترداد ما تم تدميره لانبهار السياح الأجانب الفترة الذهبية للأندلس. نطلع الحين لقصر عائشة مرت سلطان مولاي حسن وأم أبا بلاه الصغير آخر ملوك قرناطة والأندلس. هذا تل سبيكة وهذا هو قصر الحمرة، وهناك جنة العريف، وهني طبعا حي بيازين الجميل، هي بنروح كاسا دي أورنو دي أورو، أحد القصور القرناطية القديمة. وصلت إلى حي البيازين، هذا الحي الجميل اللي استقروا فيه المسلمين لمدة 8 قرون. من هذا المكان تم ثوران المسلمين عدة مرات بسبب خرق كاثوليك اتفاقية تسليم قرناطة. هذا حي البيازين الجميل، الحين بنروح أحد المنازل الموجودة إلى الآن، أورنو دي الأورو. شلون الأرضية جميلة والأحياء ضيجة، الحين يعني كله صعود. هذه الأحياء يعني المسلمين استمروا في العيش فيها إلى أن طردهم فيليب الثاني. هذا منزل الأندلسي اسمه كاسا دي أورا، هذا من المنازل القليلة اللي بقت، ظهر منزل أحد التجار أو الأغنياء. تذكرة فيها 5 معالم، لكن هذا المعلم الثاني اللي نزوره اليوم أو الثالث عفوا كان كبير. كاسا دي الأورا أو المنزل الذهبي، أحد النماذج الجميلة على العمارة الأندلسية، تم ترميمه مؤخرا ليكون جذب للسياح الأجانب. هذه الأماكن الإسلامية تعمل كالمغناطيس تجذب السياح الأجانب لشدة انبهارهم بالفترة الذهبية لإمارة الأندلس. والمدهش أن عملية ترميم هذه المنازل جدا ممتازة، الأمانة مكان يسحق زيارة. هذا هو حي البيازين، الحين رايحين إلى بلاسيو دي الحرة أو قصر الحرة. هذا القصر عائشة ابنة سلطان وزوجة سلطان وأم سلطان أبو عبد الله الصغير الأخير لحكم قرناطة. هي بيازين متعب، تحتاج لياقة. هذا حي البيازين الشهير، أحد يعني أهم الأماكن اللي لازم تزورونها في قرناطة. كانت يعني تأوي المسلمين ل800 سنة، 8 قرون، وحتى بعد سقوط قرطبة استمر المسلمين في العيش في هذه الأحياء إلى أن يعني انطردوا بسبب كثرة ثوراتهم. شلون أحياءها ضيجة، وايد أحب الأحياء الضيجة. في فوقنا في مرادور دي أتوقع سان، يعني أحد أهم مطلات على قصر الحمرة. قصر عائشة الحرة، هذا اسمها إسباني لكن منزلها بعيد، كانت يعني محبوبة جدا في قرناطة، حتى يعني سوت كذا انقلاب على زوجها الملك مولاي حسن. هذا جروبو سكوت البيازين
هذا آخر معلن اليوم لاسيو هي الحرة أو قصر الحرة. هذا قصر كانت يا عائشة بنت السلطان وزوجة السلطان وأم سلطان عبد الله الصغير، قصر يعني نسبيا كبير. هذا العبد مرتاح لأنه متعب جدا، عمليات ترميم جارية يعني لأن المكان جديد نسبيا. هذه أحد يعني غرف إطلالة على حي البيازين الأعلى. هذا شوية معلومات عن القصر. ست قصر كبير نسبيا، يعني فيه يمكن 2000 متر، هي عتيقة كبيرة. وهذا زين، أجمل شيء في هذا القصر طبعا هو الساحات الكورتيارد والإطلالة طبعا، وهذه الأقواس اللي مكتوبة فوق بالخط العربي، كانت يعني أحد أشكال التزيين سابقا خطوط العربية على هذه الأقواس. تلاحظون ما أقدر أقرأه لأن حالته جدا صعبة. هذه النقوش الجميلة، وهني هذه إطلالة على حي البيازين، كبير حي البيازين الأمانة ومتعب. أعتقد الحين لازم نروح مارادور دي سان أنتونيو. وصلت إلى منزل عائشة الحرة. من المستغرب أن المنزل بعيد عن قصر الحمراء، لكن ليش مستغرب وهي يمكن من أحب الشخصيات إلى قلوب عامة غرناطيين. هذه المرأة الشجاعة اللي برز زورها آخر أيام مملكة غرناطة كانت عائشة ابنة الأمير محمد التاسع وزوجة الأمير أبو الحسن، أم الأمير أبو عبد الله الصغير، آخر أمراء غرناطة. هذا المنزل المرمم حديثا من أجمل رموز غرناطة، مبني على أعلى تلة في حي البيازين ويطل على قصر الحمراء الجميل. للأمانة موقع جميل يستحق الزيارة، خصوصا أن ذكرته دخلك 5 أماكن. والله شوف شيء حلو ما توقعت أشوفه، هذا سور غرناطة القديم. شوف شلون يمتد إلى الأعلى هناك، في يعني تنقيب بالأسفل. هذا أحد الأبراج، شوف سور ضخم. هذا هو البيازين، بيازين كان ملاصق لسور القصبة. آخر مكان لازم نزوره هو مارادور دي سان نيكولا، سير بالأعلى لأنه أجمل مكان يطل على قصر الحمراء. شوارع هني كلها ضيجة وخطرة بالليل. أولا وين أستارديس؟ سي سي. وصلت على آخر مكان في حي البيازين، يمكن أهم مكان اللي حاب يشوف يعني قصر الحمراء يبهى هله. إيه هذه ساحة البيازين وهذا هو قصر الحمراء. شلون كان جميل، خاصة يعني جبال سيارة نيفادا، كان وايد حلو. مكان يعني أمانة خطر، وايد حرامية. وصلنا إلى مطل سان لوكاس، هذا المطل الجميل اللي ممكن تشاهد فيه قصر الحمراء. هني تم تحويل مسجد بيازين إلى كاتدرائية سان لوكاس، لكن بنفس هذا المكان تقدر تشاهد وتسمع فرق الجيبسيز تؤدي عروضها الممتعة
راح تجهد الكثير من السياح اللي يستخدموا هذا المكان للجلوس والاستمتاع بمشاهدة سيارة نيفادا قصر الحمراء الجميل. سان نيكولاس أفضل إطلالة على قصر الحمراء. هناك جنة العريف، هذا هو قصر الناصري، وهذه طبعاً القصبة، وبالخلف هذا قصر كارلوس الخامس. فأفضل مكان لمراقبة القصر من هني هو سان نيكولاس. وهذا المسجد الجامع في قرطبة، أحد مساجد القليلة اللي بناها طبعاً الملك أعتقد فهد أهل أو ملك المملكة العربية السعودية. والأمانة أفضل موقع طلعت على قصر الحمراء. شلون هذه الساحة؟ أجمل مغامرة يمكن تسويها في غرناطة هو التجول في حي البياسين، هذا الحي الجميل المحمي تحت اليونسكو واللي عاش فيه المسلمين لأكثر من 8 قرون. يرجع تسمية حي البيازين بهذا الاسم نسبة إلى مدينة بياسة الموجودة شرق الأندلس، اللي هاجر سكانها واستوطنوا في حي البيازين بغرناطة. شهد هذا الحي الكثير من الأحداث الدموية خلال الأيام الأخيرة من فترة سقوط غرناطة والملحمة اللي عاشوها بعد سقوط غرناطة وتحويل أغلب المساجد إلى كنائس وإجبار المسلمين على اعتناق المسيحية أو الخروج من غرناطة. هذا هو حي البيازين الجميل. شوف شلون يعني يضيع كل أماكن جميلة. يعني الأسبان بالأمانة حافظوا عليه، طلعوا بصورة جميلة. شلون أحياء ضيقة بسيطة. عموما أغلب الناس وقت انطردوا بأمر الملك فيليب الثاني بسبب ثورات المسلمين في الأندلس وهم خارجين، كانوا ممنوعين من يعني الحفاظ على مقتنياتهم أو خروج بمقتنياتهم. لذلك حافظوا على مقتنياتهم في أماكن سرية داخل بيوتهم القديمة. فأغلب البيوت القديمة فيها مقتنيات سرية لأن يعتقدون أن راح يرجعون إلى هذا الحي الجميل، لكن اللي يخرج من البيازين ما يرجع له مرة ثانية. الأمانة المشي في هذا الحي الجميل، حي البيازين، يرجعك 5 قرون إلى الوراء. هذا الحي اللي يرمز إلى معاناة أهل غرناطة، معاناتهم خلال حروب الاستنزاف، معاناتهم بعد التسليم بتاريخ 2/1/1942. ومن هذا المكان بالتحديد شاهد أهل غرناطة رفع الصليب على أحد أبراج قصر الحمراء. وبهذا التاريخ بالتحديد انتهت 8 قرون من الوجود الإسلامي في شبه القارة الإيبيرية. خلصنا حي بيازين، وهذا يعني ممشى دارو، هذا نهر دارو على يساري، ويعتبر هذا من أجمل أماكن يعني اللي يقدر واحد يزورها ويتمشى فيها. هذا يودي إلى سنتر مدينة الحديث. الحين مشى في شارع رئيسي لا ريوس كاتاليكوس، هذا شارع تسوق رئيسي. هذه طبعا ضواحي غرناطة الجديدة. اعتقد بكذي وصلنا لنهاية يومنا في غرناطة الجميلة. واحنا اهل شوارع جميلة وشجر البرتقال في كل مكان. يلا يعطيكم العافية ونشوفكم باكر في قصر الحمراء. بعد 8 ساعات من المشي في غرناطة
أعتقد خلصت رحلتي إلى أجمل مدينة في الأندلس. هذه المدينة اللي ضمت المسلمين 8 قرون. أتمنى أن تجربة غرناطة نالت إعجابكم. غدا إن شاء الله راح نزور أجمل معلم في كل أسبانيا، قصر الحمراء. طبعا إذا أعجبك الفيديو أو محتواي السابق لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. يعطيكم العافية.